يرحمونا أمنا على وليدات. عندي وليدات هاد كنت غنشري لولدي هاد لابارتومون، كنت غنشريها ليه، مشيت عند الشركة ديال باب دارنا. إوا اش غادي نقول لك، كلشي صدق كذوب، حتى حاجة ما هي بصح. وحنا دابا جينا محرمين بالحكومة ديالنا المغربية، جينا هنا حدا القنصلية محرمين بالله وبحكومتنا، وكانت ترجاو الله الله يحفظ لنا ملكنا ويقرا هذا الدوسي ديالنا ويشوف من حالتنا ويعاوننا على الوردي وصحابو، راه داو لنا فلوسنا، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق. هادشي تنطلبو، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، كنا لا انا لا ضحايا باب دارنا المخلصين. يا ربي رقات عندك، يا ربي يا ربي، كنتمناو الفرج من عند الله، هادشي اللي تنتمناو. امين يا رب العالمين. السلام عليكم، دابا بغيت ندير واحد الكلمه، دقت لي في الخاطر ديالي، دقت لي في الخاطر ديالي، كضرني انني جمعت فلوسي ومشيت المغرب الاسبوعيه، بنادي امي وبا هادي بنادي ما نسمعش ليها، ما نسمعش هاد البلاد، هاد اللي ماشي بلادي، ماشي بلادي، يقفوا معايا. واقفين معاك مع الواحد، وشريت الدار بوحدي، ما عندي لا الوالدين لا خوت لا انت واحد، وقفوا معايا في المغرب. المغرب سقف دابا كنادي سيدنا جلالة الملك الله ينصرو، والاستاذ زكي والاستاذ نبوي الله يكثر خيركم. شوفوا من الحال تاعنا، شوفوا من الحال تاعنا، لان فلوسنا كاينه عندنا وثائق، ان فلوس كاينه كاينه، راه حنا ربي اللي كيعلم بينا، ربي اللي كيعلم بينا. حنا ماشي ما كنثقوش في بلادنا، حنا عندنا الثقه الكامله في بلادنا، ولكن كاين بعض الناس اللي كيفقدوك الثقه، اللي كيفقدوك الثقه. والله ينصر جلالك الملك، امين امين، والله يعاونو، والناس اللي تيوقفوا معاه وكاع البنات زيد قدام، الله يسهل عليهم، ماشي كلشي خايب. ايوه البعض، ايوه البعض، ما نكذبوش، ما نقولوش ديك الفلوس كيفاش جمعناهم، رانا جمعتهم بالكريدي، رانا جمعتهم تنخدم الليل وبالنهار، رانا يتيمه، رانا عندي خوتي يتيمه تنخدم عليهم وانا الكبيره، ما عندي حتى والو. بغيت غير تبرد لينا، تبرد لينا الغبينه، غير يرد لينا الحق ديالنا ولو ما كاملش، غير يرد الاعتبار، مشيت انا الاعتبار لعطاش، كنت حسبوا بريوسنا اننا حنا تحلفنا، لعطاش تخيل فينا الناس ديال برا بزاف، تخيل فينا الناس تاع برا بزاف اللي نصب عليهم اكثر من المغرب، حيت عارفنا ما عندناش الحيله، ما عندناش كيفاش نديرو، ما عندناش الوقت. دابا الا بغينا الوقت، الا بغينا حتى نجريو على الحقوق تاعنا، ما عندناش، غنضيعوا حياتنا هنا، حنا ضعنا في المغرب ونضيعوا حياتنا حتى هنا. دابا كنطلبوا من الحكومه، الحكومه ديالنا تشفق علينا، تشفق علينا يا ربي. هذا ما كاين، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله الوالدين الظالمين، امين. وفي الخوانه الناس اللي كيديروا الوردي والعصابه ديالو، الوردي والعصابه ديالو، هذا كيتسمى خوانه ديال البلاد، لحقاش تعدوا علينا، ماشي كلشي الناس عندنا الثقه في بلادنا، ولكن هادو خوانه، الله يحفظهم. السلام عليكم اخواتي الاخوات، انا مضحيه ديال باب دارنا، انا السيده من هنايا من لياج، جينا قدام القنصليه باش تشهد بينا باللي راه حنا نصب علينا الوردي، حسبي الله ونعم الوكيل عليه. بحال اللي قالت الاخت خديجه، حتى انا كنت كنخدم، كنت كنوض مع 4 الصباح، ما كندخل حتى لحد 10 الليل باش نجمع هذوك جوج فرينكات باش نسيت فين ندير واحد المحل لوليداتي، فين ندخل درنا فيه الثقه وداك الشيء، ولكن غدر بينا، الله ينتقم منه، ونطلبوا على الملك ديالنا الله ينصرو، الله يحفظو وينصرو ويعاوننا من هاد المجرمين، نطلبوا عند الله يرجع علينا رزقنا وان شاء الله مع هذيك الضحايا كلهم. السلام عليكم.